معنا في مداخلة جديدة مع الدكتورة وفاء بنت أحمد الشبانة، دكتوراه في الثقافة الإسلامية والمهتمة بقضايا المرأة خاصة والفكر الإسلامي عامة. ستتحدث الدكتورة وفاء عن البناء العلمي والفكري للفتاة، الأهمية والوسائل. مرحبا بك دكتورة وفاء. حياكم الله دكتور الله خالد، يحييكم. وجزاكم الله خير، وأشكركم على هذا البرنامج وخاصة على هذا المحور المهم حقيقة في تربية الفتاة، جزاكم الله خير. لأن هذا المحور وهو البناء الفكري والعلمي للفتاة مهم جدا، ويظهر أهميته في ظل الهجمات الفكرية والعقدية التي تواجهها الفتاة في هذا العصر. صحيح. من خلال الدراما وما تحوي من أفكار ومسلسلات، وكذلك شبكة المعلومات التي تبث في مدار، لا أقول اليوم إنما أقول مدار الساعة، تحمل أفكار ومن ضمنها شبهات وشهوات. فهنا إذا لم نحصن الفتاة تحصينا علميا عقديا، لن تستطيع أولا من أهمية هذا البناء، أول شيء أنها عدم انجرافها في هذه الدعوات التي الآن لو نشاهدها بالواقع، نشاهد كثير من بعض فتياتهم، ولا نقول ظاهرة وإنما هي حالات بإذن الله، نجد أن بعض فتياتنا لضعفها الفكري والعلمي تجدها تتبع لما يبث في قنوات التواصل الاجتماعي من أفكار وشبهات. صحيح. فيها تشكيك في التوحيد، مما يؤدي إلى أن تدخل في شبهات إلحادية، وإن كنا لا نقول ولا نجزم أنها وقعت في الإلحاد إن شاء الله. كذلك إذا دكتورة وفاء، إذا نعم. إذا الأهمية تبرز في ظل هذه القرية الواحدة ووسائل التواصل الاجتماعي لتضخ من الأفكار والأمور التي تخالف المنهج الإسلامي، ويظهر هنا أهمية الحقيقة البناء العلمي الشرعي والفكري الإسلامي للفتاة، كذلك؟ نعم صحيح. وكذلك أيضا معرفتها كطريقة ردها على الأفكار بعد البناء العلمي بالحجة الشرعية والمنطق الفكري، حقيقة يا دكتور إذا نحن استشعرنا في بناء الفتاة بناء فكري عقدي، فإننا قادرين على أن لسنا فقط نبني فردا واحدا، إنما نحن نبني مجتمع. صحيح. أساسه الفتاة، والرسول صلى الله عليه وسلم ذكر ذلك في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم قال: والمرأة راعية على بيت بعلها وولده وهي مسؤولة عنهم. فالمسؤولية في هذا الزمن وفي هذا العصر، عصر الأفكار، أن تكون الفتاة منذ شبابها أن تكون واعية علمية وفكرية. أيضا من أهمية البناء العلمي، الآن تضخ وتنتشر لدينا مصطلحات ظاهرها رحمة ولكن باطنها عذاب. صحيح. هناك مصطلحات مثل الحرية وتمكين المرأة واستقلالها، واستقلال المرأة وتمكين المرأة في جميع الأعمال التي لا تفرق، والمساواة التي تفرق عن العدل وتخالف الفكر الشرعي والفكر الإسلامي. فهذا إذا استطاعت الأسرة والمدرسة في بناء الفتاة علميا وفكريا، بهذا نستطيع بإذن الله هذا الذي تكمل فيه الأهمية. ولكن ما هي الوسائل؟ الوسائل أنا اختصرتها وإن كانت كثيرة، ولكن اختصرتها تقريبا في 4 وسائل. ممتاز. من المهم جدا من خلال ما أجد الآن من في المدارس والجامعات، أهمية الحوار في الأسرة والمدرسة. وكيف يتشكل هذه الأهمية؟ كثير من الفتياتنا الآن لديها أسئلة عن الشهوات والشبهات، وأكثرها نقول عن الشبهات، لا تجد صاحب الرأي الذي يجيب على هذه الأسئلة، فأين تنجرف؟ تنجرف إلى القنوات التواصل الاجتماعي، قنوات ليس لديها تأصيل شرعي، ليس لديها تأصيل فكري، فتغرق في ذلك الشبهات. وتجد بيئة الحوار من خلال وسائل التواصل الاجتماعي. نعم صحيح. بينما في البيئة الصحيحة والبيئة السليمة وأصحاب الرأي المؤصلين شرعيا وتربويا، تجدهم أنهم إما أن يعرضوا عنها بقول أن هذه الأسئلة لا ينبغي أن تسألينها، أو قد تكوني تجاوزتي الشرعي في السؤال، مع أنها هي في بداية تتعلم، ولا تقول ولا تثبت هذه الشهوات ولا تثبت هذه الشبهات، ولكنها تريد أن تعرف.
ولكن تجد معلمتها في المدرسة أو أمها في البيت تصدها عن هذه الأسئلة خوفا عليها من أن تتمادى، ولكن لدينا نحن الآن قنوات كثيرة ممكن أن تنجرف يعني الفتاة في عفوا هذه. عفوا دكتورة، يعني وأنتم نعم تتحدثون عن قضية الحوار أتذكر موقف النبي صلى الله عليه وسلم مع الشاب الذي جاء يستأذنه في الزنا، وكيف الرسول صلى الله عليه وسلم صبر عليه وحاوره، وموقف النبي صلى الله نعم عليه وسلم مع عتبة بن ربيعة وهو أيضا يحاوره مع أنه كافر ليس بمسلم ويفاوضه على النبوة، والنبي صلى الله عليه وسلم يستمع إليه حتى يقول لا أفرغت يا أبا الوليد. هذه القضية نعم الحقيقة قضية جدا نحن مقصرون مع أبنائنا ومع فتياتنا فيها، فلا شك أن صحيح هذا المعلم صحيح هو من المعالم المهمة أن يظهر ما في نفوس بناتنا. نعم نعم صحيح، لأن جدا يا دكتور أجدها في المدارس، أجدها في الجامعات، مشكلة تكمن في أنني لا أجد، الفتاة تقول مشكلتي أنني لا أجد من يجاوبني على أسئلتي، أنا لا أؤمن بهذه الأسئلة، لا أؤمن بهذه الشبهات، ولكن أريد إجابة على هذه الأسئلة. النقطة الثانية، أيضا النقطة الثانية التحاق الفتاة في الدور القرآن، عن تجربة وعن قرب للفتاة أن كثير ممن أدخلنا في دور القرآن ومراكز النسائية التي تهتم بحفظ القرآن وتفسيرها جيد أجدها أنها مؤصلة شرعيا وفكريا، مهما أتى من شبهات وشهوات إلا أنها أجدها لديها تحصين كامل، لأن ممن باعها القرآن الكريم وحفظها للقرآن والتفسير. أيضا ثلاثة، وهذه الوسيلة المهمة والتي تطرق لها الدكتور عبد العزيز، وهي المنهجية في القراءة. المنهجية في القراءة أنا أجد في مجتمعنا كثير فتياتنا، هذه ظاهرة جميلة وظاهرة حسنة أن الفتيات أصبحن يقرأ، ولكن صحيح. الظاهرة السلبية للأسف أن ليس ماذا هناك يقرأ؟ منهجي ليس نعم ماذا يقرأ؟ ليس هناك منهجية في قراءتهم، فتجدها تتخبط بين روايات بين كتب فكرية، ولكن لابد من منهجية أن تبدأ بالعقدية ثم الشرعية ثم الفكرية. أخيرا لابد أن تعرف الفتاة، لابد أن تعرف سواء من ناحية الأسرة أو من ناحية المدرسة أن الضرر السلبي في متابعتها لقنوات التواصل الاجتماعي أن ليس فقط ضرر في حاضرها، أيضا في ضرر في مستقبلها. أخيرا أشكركم وجزاكم الله خيرا على هذا البرنامج شكرا وكتب الله شكرا أجركم. شكرا دكتورة وفاء الشبانة.